أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مادة تحليل البيئي، الوحدة الثانية، غلاف الماء الهيدروسفير. ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة. ملوثات الماء Water Pollutants، العوامل المسببة للأمراض Disease Causing Agent، وهي أحد ملوثات الماء. تشمل الكائنات الدقيقة الممرضة مثل الأميبيا، وكذلك الجراثيم مثل البكتيريا والفيروسات. هنا نجد مثال بالنسبة للجراثيم، وهي البكتيريا والفيروسات، والكائنات الدقيقة مثل الأميبيا. تسبب في نقل الأمراض للإنسان عن طريق شرب الماء. فعندما يشرب الإنسان ماء ملوث بهذه الجراثيم والكائنات الدقيقة، يسبب مرض بالنسبة للإنسان. الترسبات الترسبات وهي واضحة من اسمها، هي حبيبات التربة والحبيبات الرملية المعدنية التي تنتج عن طريق الانجراف المائي من اليابسة، تؤدي إلى تعلية سطح التربة من الطميم وتلوث قاع البحيرات والأنهار. يعني أي انجراف بالنسبة للتربة الموجودة على السطح، إذا كان هنا نهر أو بحيرة، فأي انجراف يؤدي إلى تعلية السطح التربة السطح التربة السطح هنا سطح التربة يتعرى من الطمي، وهنا إذا قال في قاع فتلوث قاع البحيرات والأنهار. المواد الكيميائية غير العضوية الـ inorganic chemicals هي جميع المركبات الغير عضوية والمعدنية التي تكون الأحماض والأملاح والعناصر الثقيلة مثل الزئبق والكادميوم والرصاص، وهكذا رمز الزئبق ورمز الكادميوم سي دي ورمز الرصاص بي بي. هذه من العناصر الثقيلة السامة. تلوث الرصاص يحد من نمو كثير من الكائنات الحية، وتلوث الزئبق يسبب مرض الميناماتا للصيادين، ومرض الميناماتا وظهور أعراض شل عضلات اليدين والأرجل بالنسبة لصيادين الأسماك. تلوث الكادميوم يسبب التسمم وتغيير تركيب الدم وفقره، يعني يؤدي إلى فقر الدم، الأنيميا في الدم. المواد المشعة radioactive substances، هذه المواد المشعة تذوب في الماء عن طريق الصخور الطبيعية المحتوية على اليورانيوم والثوريوم، وهذه من المواد المشعة. وإذا هذه تجد طريقها عن طريق الصخور التي تتفتت، والصخور التي في طبيعتها تحتوي على اليورانيوم والثوريوم. اليورانيوم والثوريوم هذه رمز اليورانيوم هكذا، والثوريوم في H. تجد طريقها للماء عن طريق تصنيع المواد المشعة والأسلحة النووية. فإذا المواد المشعة تجد طريقها للمياه عن طريقين، هو طريق طبيعي، تفتت الصخور، وطريق صناعي، وهنا صناعة الأسلحة النووية، وذلك بتصنيع بعض المواد المشعة الأخرى كذلك عن طريق الإنسان. الغزف الحراري thermal discharge، وهنا تفريق الماء السخن ذو درجة الحرارة العالية في مصادر المياه المختلفة. المياه المستخدمة في تبريد المصانع ومحطات الطاقة والمكيفات، يعني مصانع التبريد والمحطات الطاقة والمكيفات، إذا هنا هذه المياه ذات درجة حرارة عالية وينقصها الأكسجين وتؤدي إلى تلوث المياه الجوفية كذلك، يعني تلوث مياه سطحية وكذلك تسرب إلى داخل المياه الجوفية كذلك وتؤدي إلى تلوثها.